السلام عليكم جميع الصديقات والاصدقاء، نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. غنشارك معكم جوج ديال العصائر صحيا وتيكونوا عندنا غير في الدار، معطياتها هما قدامكم المقادير كلها. هذا العصير هذا غنديروه بالبامبلوموس. عندنا البامبلوموس اللي النوع ديالو تيكون احمر بحال هكا، عندنا البامبلوموس اللي النوع ديالو تيكون صفر، كذلك عندنا البنان وعندنا الخس. تتعرفوا بان الخس راه مهم جدا جدا للدوره الدمويه ديالنا. وعندنا المندرين، يعني هذه فواكه موسميه، فالحمد لله راه كاينه موجوده. انا بغيت ندير هذا العصير هذا، بغيت نشاركه معكم. تبعوا معايا المقادير وكيفيه التحضير. في البدايه غادي نبداو بالعصير اللي فيه الخس وفيه البامبلوموس الصفر والبنان. غادي نضيفوا البنان في الاول، وغادي نضيفوا عليه البامبلوموس الصفر، وغادي نزيدوا عليه الخس، وكذلك غادي نديروا ان شاء الله شي جوج معلقات ديال دانون. دانون كما بغيتيوه، المهم دانون يكون كريمي ما يكونش ماوي. وباش غادي نخلطوا هذه المقادير كلها، غادي نخلطوهم بكاس ديال بجوج كيسان ديال الليمون، وكل كاس تنزيدوا عليه شويه الماء، المهم تنخلطوهم بالليمون والماء. عرفتي كون كان زعما تجربوهم على مذاق منعش، على عصير كله فوائد. وتصوروا غير الخس والبامبلوموس والبنان وجوج معلقات ديال دانون، ما فيه لا فانيلا والو، فيه جوج معلقات ديال، وتتبقى سنيده على حسب الذوق، سنيده على حسب الذوق، لان فيه الليمون انا درت سنيده شويه بزايد بحرجه متوازنه مع 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 العصير ديالنا. ها انتم تبعوا معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله في الاخير على عصائر تيجيو زوينين، تيجيو ثقالين خاطرين، تنتمنى تجربوهم. بالنسبه للعصير الثاني غادي نديرو فيه حتى هو البنان، غادي نديرو فيه البامبلوموس، غادي نديرو فيه حبات ديال المندرين. هادو فواكه بسيطه وسهله، يعني ما غادي نديرو فيها حتى شي تنسيمه، هي تتنسم راسها صافي. وغادي نديرو فيه البامبلوموس الصفر حتى هو، ها هو تيجي زوين وتيجي بنين صافي. هادشي اللي غادي نحتاجو، ولكن غادي نخلطوه بكاس ديال الليمون، بعصير الليمون، عصير الليمون هذا ماشي ماء، عصير الليمون. كذلك السكر على حسب الذوق، لان البامبلوموس تعرفوه تيكون شويه فيه عطير مروره وحامض بزاف، الوليدات تيبغيو ديما الحلاوه. ها هو العصير ديالنا، تيجي منعش وتيجي ثقيل تبارك الله وملبي. ها نتوما تيجي ملبي، تيجي غزال. هاد العصير ضروري خصكم تبقاو تصوبوه هكا في الدار في هاد الايام. دابا البامبلوموس راه جا خصكم تستافدوا منه. Thank you.
هادو هما جوج ديال العصائر اللي شاركت معكم. ها هو نفس المقادير، غير الاول درتو بالخس والثاني درتو بلا خس، هما من نفس المقادير، وبعدا مشروب صحي ومنعش وبصحتكم وراحتكم. تنتمنى انكم ديروا لايك واشتراك وبارطاجيو، بارطاجيو باش تعم الفائده، باش ان شاء الله نشارك معكم كل جديد.